اختتام التمرين السعودي الأمريكي المشترك درع الوقاية 2 ودور السينما السعودية تستعد لعرض الفيلم السعودي الأول جود احتفاء باليوم الوطني. ومعنا هذا المساء جدل حول تصنيف المقاولين وخبراء يؤكدون أنه سبب لتدهور المشاريع. مساكم بكل خير، أنا جمال معيقل أحييكم وأرحب بكم في حلقة جديدة من يهلا. البداية من درع الوقاية 2 التمرين السعودي الذي اختتم يوم أمس الأربعاء تمريناته بين الجانب السعودي والأمريكي، وهو تمرين مشترك في قاعدة الأمير سلطان الجوية. الزميل عبد المحسن التميمي تواجد في هذه الفعالية وخرج لنا بهذا التقرير. تم بالأمس فعاليات التمرين السعودي الأمريكي المشترك درع الوقاية. شهد التمرين مشاركة قوات أمريكية مع كل أفرع القوات المسلحة السعودية والإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات السعودية بمساندة عدد من الجهات الحكومية ممثلة في وزارة الصحة والدفاع المدني والهلال الأحمر السعودي، كما تم استعراض على كيفية إدارة الأزمات الناتجة عن أسلحة الدمار الشامل والوقاية منها والتعامل مع عبوات مبتكرة وإشعاعية وتدريب الوحدات الطبية على آلية المعالجة. بحمد من الله تعالى تم الانتهاء من آخر فرضية من تمرين درع الوقاية 2 المتمثل في إدارة الأزمات الناتجة عن أسلحة التدمير الشامل. وما يميز هذا التمرين مشاركة جميع قطاعات القوات المسلحة وكذلك وزارة الصحة والهلال الأحمر والدفاع المدني وكذلك الجانب الأمريكي الذي أضاف إلى التمرين الشيء الكثير. تمرين درع الوقاية يأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الدفاع في تدريب الوحدات العسكرية ضمن الخطة السنوية التي تهدف إلى دعم التعاون والعلاقات مع القوات الصديقة وتحقيق التكامل على المستوى الوطني مع الجهات المشاركة من القطاعات الحكومية الأخرى. عبد المحسن التميمي لبرنامج يا هلا الخرج. نفى وزير التعليم السعودي أحمد العيسى أن تكون المناهج السابقة أو الحالية تحتوي على الفكر الإخواني، وذلك ردا على سؤال له في مؤتمر صحفي عقد اليوم. نتابع التصريح ثم نعود. السؤال عن المنهج الإخواني، طبعا أعتقد المناهج بشكل عام ما كان فيها إشكال كبير فيما يتعلق بالمنهج الإخواني، وإنما كانت المشكلة مرتبطة بالنشاطات الصفية التي كانت يعني تندرج في بعض المدارس، وأيضا ببعض ما يحمله بعض المعلمين في هذا الجانب. وإنما المنهج ككتاب مدرسي أعتقد أنه كان يحظى برصانة كبيرة وبتوافق كبير فيما يتعلق بسياسة التعليم في المملكة، ولا أعتقد أن احنا في كل ورش العمل التي نظمت في يعني مراجعة المحتوى التعليمي وجدنا إشكال في هذا الجانب. في حكاية تروي مسيرة الإنسان السعودي في بناء أرضه المملكة العربية السعودية الثرية بالتنوع الطبيعي والثقافي، سيعرض في دور السينما الفيلم السعودي الأول جود، الذي يحكي القصة من بدايتها وحتى عهدنا الحاضر،
خلال اليوم الوطني مجانا. ولتفاصيل أكثر حول هذا الخبر انضم معنا عبر الهاتف ماجد سمان، مشرف السينما بمركز إثراء. مساء الخير أستاذ ماجد. السلام عليكم، كيف حالكم؟ يعطيكم العافية، حياك الله. أستاذ ماجد، بداية نبارك لنا جميعا حلول اليوم الوطني بعد أيام، يوم الأحد المقبل. أود فقط أن نعرج على فيلم جود، فكرة الفيلم، الرسالة اللي تودون إيصالها من خلال الفيلم. أولا كل عام وأنت بخير والجميع إن شاء الله. فيلم جود الذي دشنه مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء يوم الأربعاء 22 نوفمبر 2017، في حفل حضره عدد من نقاد السينما والفنانون والشعراء والمهتمون في صناعة الأفلام، يتأمل في مفهوم الحياة ودورتها ويقدم مادة بصرية غنية تعكس من بناء القصيدة الجاهلية التي يقف الشاعر في مطلعها على الأطلال، ثم يرتحل بذاكرته من مكان لآخر مستعيدا أحداثا مؤثرة بكل تفاصيلها الدقيقة ومواقف مؤثرة وأحداث غيرت مجرى حياته. يستعرض الفيلم التنوع الطبيعي والتراثي للمملكة العربية السعودية وما شهدته من تطور مدني بعد اكتشاف النفط في المنطقة والتغيرات الاجتماعية المصاحبة لذلك. طبعا الفيلم يعني كان من إنتاج صناع السينما السعوديين مثل أسامة الخليجي وثيقة من أستاذ ضياء عزوني. طيب ممتاز. إذا نحن نتكلم بالدرجة الأولى عن عمق حضاري إنساني يبرزه ربما هذا الفيلم. الفيلم أثناء تصويره يعني حسب المعلومات اللي عندنا كان فيه كثير من المغامرات أو مليء بالمغامرات، يا ليت تأخذنا كذا بجولة عن جزء من هذه المغامرات اللي مر فيها تصوير الفيلم. نعم، الفيلم طبعا تم تصويره في 16 منطقة في المنطقة في مناطق المملكة العربية السعودية، من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، من جبال علا المهيبة وحرات المدينة ذات اللون الأسود الداكن، وصولا إلى جبال السروات الشاهقة ومزارع الورد بالطائف. طبعا في مشاهد خلابة من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة. والفيلم طبعا صور جبال منطقتي تبوك وحائل ومزارع القصيم الشاسعة وصحراء النفود، مرورا بهضبة نجد في منطقة الرياض ووصولا إلى سواحل الخليج العربي في المنطقة الشرقية. إذا احنا نتكلم عن 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 تصوير تقريبا لم في مغلب اغلب الجوانب، يعني احنا نتكلم عن التغيرات الاجتماعية، التغيرات الجغرافية، الحضارة الإنسانية التي كانت موجودة منذ البداية في المملكة العربية السعودية. كان معنا عبر الهاتف متحدثا عن فيلم جود الأستاذ ماجد سمان، مشرف السينما بمركز إثراء، شكرا جزيلا لك. فاصل أعزائي المشاهدين ونعود. مجددا طاب مساءكم بكل خير. تصنيف المقاولين هو ملف يهلا لهذه الليلة، إذ أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخرا المنصة الإلكترونية لنظام تصنيف المقاولين المطور تجريبيا بهدف تحفيز المقاولين لتحسين أدائهم. ما عدا هذا الموضوع الكثير من التساؤلات حول تصنيف المقاولين نطرحها على ضيوفنا هذه الليلة، لكن بعد أن نتابع هذا التقرير. تتعدد الدرجات باختلاف الإمكانيات الأربع المالية والفنية والإدارية والتنفيذية تحت مظلة وزارة الشؤون البلدية والقروية، والتي أصدرت نظام تصنيف المقاولين والذي يعتبر خطوة جديدة نحو تطوير هذا القطاع لمواكبة كافة المعايير العالمية. نظام جديد وبمنصة إلكترونية مطورة يسعى إلى صنع بيئة عمل احترافية لرفع كفاءة تنفيذ المشاريع الضخمة التي تعمل عليها الدولة، إضافة إلى تحسين أداء بشكل مستمر للتقليل من الأخطاء، مما يعكس وبشكل كبير على مستوى تقدم القطاع. ويشمل النظام عدة درجات مختلفة ومن ضمنها الدرجة المستحدثة مؤخرا
وهي الممتازة والتي تضم مقاولي المشاريع الضخمة والكبرى والعديد من التصنيفات المختلفة. ويهدف هذا النظام الإلكتروني إلى تحسين الإجراءات لمعرفة درجة التصنيف في مدة قصيرة، إضافة إلى رفع كفاءتها واختصار الوقت وتحفيز المقاولين لتحسين أدائهم وطباعة تقرير مفصل للمقاول لكي يتمكن من تحسين الدرجات والحدود المالية للتصنيف وتحفيز ممارسات الشفافية والاستدامة. شكرا للزميل مشعل نفيع على هذا التقرير. اسمحوا لي أن نرحب بضيوف الحلقة، المهندس سعود الدلبحي المحكم والخبير الهندسي، والمهندس خالد العثمان رئيس لجنة المكاتب الاستشارية بالغرفة التجارية بالرياض، وسينضم إلينا لاحقا المهندس بندر القحطاني مستشار مركز تحقيق الأهداف ومدير مشروع تطوير نظام تصنيف المقاولين والشركات الاستشارية والهندسية عبر الهاتف. أبدأ من عندك مهندس سعود، اليوم النظام هذا أشبع نقاش وأشبع طرح. احنا نتكلم عن نظام صدر عام 1393 هجري، طرا عليه العديد من التغييرات عام 1424 1427 1431، كل هذا بهدف إيجاد آلية واضحة لتصنيف المقاولين. هل تعتقد أنه بالفعل النظام نجح في تصنيف المقاولين؟ بسم الله، أنا أعتقد أول شيء ما في شيء اسمه نظام تصنيف مقاولين في العالم يعني، وللأسف هذا يطبق وحيد في المملكة العربية السعودية هذا النظام. والدول هناك نظم مختلفة جدا، وهم يحاولون بالأصح أصبح عايق لصناعة المقاولات في بلادنا ومع الهدم من جميع المعايير، والدليل على ذلك عدم نجاح المقاولين. أول هدم، هذا كلام خطير. أنا أقول إنه الآن ضياع صناعة المقاولات، أكبر الشركات المصنفة تتعرض لهزات اقتصادية وتنهار بسبب هذا التصنيف. الآن أنا جربت، أنا اشتغلت في واجهة التصنيف في الجهات الحكومية، كأعمل في قطاع تحليل العروض ولجان فحص العروض، فكان عايق لأنه شهادة من جهة بصلاحية المقاول في عمل، وهي شهادة تعطى للمستقبل ليس تعطى لمدة 3 سنوات صالح. إذا طرأ على المقاول بعد اليوم حالات تغير لا يمكن إدراكها، كان سلاح يستخدمه كل ضد الجهة الحكومية في اختيار المقاول الأنسب. واجهته كمقاول، ثم المقاول هناك هدر كبير في ميزانية المقاول لأجل الحصول على التصنيف. في الماضي كان يطلبون من المقاول يشتري معدات، نحن المعدات الموجودة في المملكة تكفي للعالم كله بسبب التصنيف، لازم يكون عندك 100 دركتر و100 بلدوزر و100 مدري إيش معدة عشان تأخذ تصنيف. كان هناك للأسف الشديد هناك وزارات كان سلاح ضد المشاريع حتى في الجهات الحكومية نفسها. وزارة النقل مثلا كيف سلاح بس في السلم، لأن من يحمل التصنيف يكون صالحا للمشروع حتى لو لم يكن صالحا. المشروع أساسا في العالم كيف يقيم المشروع؟ عند ما يتم التنافس على المشروع، تطرح المنافسة، يكون هناك مفاضلة بين المتقدمين وليس هناك أحد يملي شروطه على الجهة صاحبة المشروع، فيكون صاحب المشروع يختار الأفضل، يضع درجات تقييم لقدرات الناس ولحاجة المشروع ويضع مسار للمشروع، ثم نقيم الأفضل. وهذا الذي قاعد يطبق الآن في جميع دول العالم. يجي هنا المقاول يشعر أن حق له فرضها النظام، مجرد أنه مصنف في الدرجة الأولى يأخذ أي مشروع، يأخذ أي عمل بدون مثلا. أذكر وزارة النقل أيام الدكتور سلوم والمقبل مع الوزير منعوا بعض المقاولين، قاموا دعوة عليهم في ديوان المظالم وأجبروهم يبيعونهم كراسات. وزارة المياه وضعت قائمة سوداء بالمقاولين الفاشلين بسبب التصنيف، قامت عليهم دعاوي. فالتصنيف أصبح لا أول شيء، الآن ناس قاعدة تصرف فلوس من أجل التصنيف، زاد عدد العمالة، زاد عدد المعدات، زاد عدد أشياء كثيرة، تدخل في أشياء ليس هي معيار إنجاز المشروع. إحنا الآن المنظومة، من قام بإعداد هذا النموذج الأخير؟ أنا أعرف شخصيا، هو الدكتور الدين كوشوكي، هذا أنا قابلته شخصيا. وهذا الدكتور لا يؤمن بهذه النظرية، عنده نظرية اسمها مسار التقييمي للأداء واسمها طريقة استخدام المعلوماتية، وهو صاحبها النظرية هذه تستخدم في سنغافورة. هذا
نظريته تقلل 35% من تكاليف المشاريع في أمريكا، لماذا لا تطبق هذه النظرية عندك؟ طيب تسمح لي أنتقل بس المهندس خالد. مهندس خالد، المهندس سعود كان واضح كعادة. النظام إيه؟ النظام لا يخدم الأهداف، التصنيف يتبع معايير قد لا تكون دقيقة. أنا بسألك، هل بالفعل وزارة الشؤون البلدية والقروية هي الجهة المفترض فيها أن تصدر مثل هكذا نظام؟ أنت ذهبت إلى يعني ما أريد أن أقوله ربما يمكن في آخر الحلقة، لكن اسمح لي شوي أجل السؤال. أول شيء بس بدي أعلق على بعض النقاط اللي قالها المهندس سعود. ومن ناحية المبدأ طبعا يعني كون لم يسبقنا أحد بوضع النظام، مع أني أنا أشك في صحة هذه المعلومة، ما أنا أثق أنه في أنظمة لتصنيف المقاولين بشكل أو بآخر، ربما في آليات، أنا أثق أنه في بعض الدول، على الأقل بعض الدول أنا رأيت فيها شيء من هذا القبيل. لكن المبدأ في حد ذاته مشروع لتمكين صاحب العمل من الوصول إلى المقاول بناء على معرفة اختصاصه وقدراته وملاءته، وإلا يصبح خاصة في ظل نظام المنافسات العامة والمفتوحة يصبح من الصعب جدا والعسير على أصحاب العمل أنها تعلن منافسات مفتوحة ويقبل عليها من هب ودب من المقاولين في ظل غياب آلية للتصنيف. لكن هذا ما يعني أيضا أنه في خلل في النظام السابق يحمد لوزارة الشؤون البلدية والقروية الآن أنها وعت الخلل الكبير الهائل اللي يعني يمكن هو سبب حدة طرح المهندس سعود في هذا الموضوع، لأنه فعلا النظام كان في مجمله أولا يستند على تثبيت حالة لإثبات ملاءة وقدرات المقاول بدون فحصها فحص مرجعي دقيق يستوثق منها. كثير من الأوراق تدلس، كثير من الأوراق يعني مجرد مسألة تستيف أوراق بالمصطلح المصري. والأمر الآخر أنها غير قابلة للقياس إلا بعد نهاية التصنيف. أنت تقصد أنه الأخذ بهذه المعايير هو صوري؟ صوري إلى حد كبير، صوري. كثير من المقاولين اللي عندهم درجة أولى فعليا ما إما أنه كثير من معلومات اللي وضعها غير دقيقة، أو أنها مجرد زي ما قال مهندس، بعض المقاولين كان يروح يشتري معدات يأخذ التصنيف يرجع يبيعها مثلا، يستخدم عمالة كذا، أو يستأجر مكتب أكبر من حاجته. المعايير المادية بالعموم يا سيدي، المعايير كان أكبر مشكلة في النظام السابق طغيان المعايير المادية على مفهوم الملاءة المالية. تقصد الملاءة، حجم المكتب، عدد المعدات، عدد العمالة، هذه معايير مادية كمية كوانتيتيف لا تقيس الإنجاز. كم مشروع نجح، كم مشروع عندك اليوم، كم رضا الناس، حتى مسألة الحصول على خطابات من الملاك كانت الشغلة بالبيانة الشخصية. أنت تعرف المالك اكتب لي خطاب زين وكذا. التعديل المطروح يعالج كثير من ثغرات التطبيق في النظام السابق، يعالجها. لكن عودا على سؤالك، لا يحل المشكلة من جذرها، لأنه صدور التصنيف من وزارة الشؤون البلدية والقروية أو حتى سابقا وزارة الأشغال العامة والإسكان الحقيقة في حالة من تعارض المصالح، لأنه الوزارة في حد ذاتها هي عميل أيضا للمقاولين اللي هي تصنفهم. فالمفترض أنه التصنيف يكون من جهة محايدة، إما البرنامج الجديد برنامج إدارة المشروعات، إما هيئة المقاولين، المهم أنه يكون خارج منظومة الجهة المستفيدة من التصنيف، لأنه هذا يخلق حالة من تعارض المصالح. الأمر الآخر أنه نظام التصنيف وضعه الراهن أو حتى الجديد هو موجه للقطاع الحكومي، المشاريع على القطاع الحكومي فقط، وهذا الحقيقة يحدث خلل كبير، لأنه كثير من المشاريع في القطاع الخاص خاصة في ظل رؤية 2030 اللي تعتمد على الخصخصة ونقل مهام التنمية بالعموم إلى القطاع الخاص. هذا يعني يثير تساؤل أكبر حول إلزام المقاولين أو إلزام القطاع الخاص باتباع معايير التصنيف لتعميم. راح أعرج معكم بس على موضوع المنتجات النهائية للمقاولين إذا سمحت للمهندس سعود، بس بعد الفاصل. فاصل ونعود. أهلا بكم مجددا، نواصل حديثنا عن موضوع حلقتنا لهذه الليلة في هلا تصنيف المقاولين. مهندس سعود كان عندك تعليق قبل أن ننتقل، بس معي على الهاتف المهندس بندر.
فودي بس أسمع تعليقك على كلام مهندس خالد. إحنا لا ما في داعي أن نخترع نظريات جديدة. إحنا ليش نستخدم النظريات المستخدمة في أمريكا؟ إحنا نستخدم النظريات المستخدمة في الدول المتقدمة. الدول المتقدمة أن تفتح الباب مثل ما في شيء محدود لتقدم للمنافسة وتأهل مقاولين للمشروع قبل أن تطرح المشروع منافسة، تطلب تأهيل عدد من المقاولين وتختار العدد المناسب واللي يتلائمون مع مشروعها، ثم عند بعد التقييم تمنحهم درجات. طبعا تختار الملف الفني اللي فيه جميع الكتالوجات وجميع المواصفات للمواد المنفذة، ثم تعطيهم درجات وتقيمهم، ثم يطلع من هو الأفضل لتنفيذ المشروع. ليس هناك معنات أن اللي يحمل الدرجة، ليس هناك في المقاولين واحد درجة أولى ودرجة عاشرة، ما في. كل مشروع هناك الأفضل له. أنت لو عندك أي عمل تختار لها الأفضل بموجب معايير اللي يحدد المقاول هو أهمية المشروع وعناصر المشروع ليس القيمة المالية فقط. طيب وأنا عشان استقطب المقاول هذا بعرف اللي صاير، شوف عشان كده حط المعايير. الحين الدليل على ذلك، الآن التصنيف عندهم 29 تخصص، الهندسة فيها الآن وصل العالم 250 تخصص من غير الأنشطة الأخرى، غير الأنشطة الهندسية، فالموضوع كبير جدا. لكن كل مشروع له خصائصه، بناء على خصائصه سوي مثل التقدم للوظيفة. لما يتقدم لك ناس للوظيفة مو بناء على خصائصه، تسوي مفاضلة. مهندس سعود، بناء على خصائصه، بناء على خصائصه اليوم أنا ما ينفع أطرح مشروع ويجيني واحد مثلاً ما قدرته على أنه يبني دور. اسمح لي دقيقة، لا ليس له مجال أن يدخل عندما تطبق المعايير من الذي يعمل المشروع. أنت قبل شوي تقول أنه المعايير هذه غير قائمة. دقيقة يا أخوي، اسمح لي دقيقة، خلني أقول لك دقيقة بس أخذ من كلامك كلمة. الآن إحنا نجي لله، عندما نجي في مشروع مثلاً اللي ما تطبق معايير، تهل المقاولين، شركة الكهرباء ما عندها أي مشكلة، الجبال ينبع ما عندها مشكلة، أرامكو ما عندها مشكلة، هيئة التطوير الرياضي اللي كان يرأسها معالي الوزير ما تطبق، لكن عندها مقاولين، كل مشروع تختار له مقاولين. طيب أسمع تعريف تعريف التصنيف أي. هو مؤشر لقدرة وتخصص وملاءة المقاول. انت استخدمت نموذج الوظيفه. طب يعني لما واحد يبغى يوظف وظيفه مو هو يعلن يقول انا ابغى مهندس درجه كذا عنده كذا سنه؟ هذه مجموعه معايير، هذا ايضا مجموعه مؤشرات. نفس الشيء ما يمكن ينشر اعلان يقول انا عندي وظيفه ويستقبل كل التخصصات ويقعد يفاضل بينها بناء على التأهيل. الشاهد انه الاتكاء على التصنيف كاداه وحيده لاختيار المقاول الجيد خطا، لكن الغائه كمان وهدمه تماما وهدم فعاليته على الاقل في الوصول للشريحه المستهدفه من المقاولين للمنافسه على المشروع، هذا امر جيد يعني ما يمكن انكاره وله جديد. يعني احنا زي ما تفضلت مطبق عندنا من 93. طيب تسمحوا لي بس اخذ معي اتصال المهندس بندر القحطاني، مستشار مركز تحقيق الاهداف، مدير مشروع تطوير نظام تصنيف المقاولين والشركات الاستشاريه والهندسيه. مساء الخير مهندس بندر. مساء النور، حياك الله وحيا الله الاخوان اللي معك، الله يحفظك ان شاء الله. الله يحييك مهندس بندر. يعني يعود موضوع ربما النقد من قبل المقاولين تجاه المعايير والانظمه التي على وشك ان تصدر وهي اطلقت تجريبيا من قبلكم. سؤالي لك، انتم تحدثت انه هذه المعايير هي معايير عالميه، المعايير هذه مطبقه بافضل التجارب من خلال افضل التجارب، لكن السؤال اللي ابغى اجابه عليه اذا تكرمت هو تصريح لمساعد وزير الشؤون البلديه والقرويه تحدث عن استخدام افضل ممارسات الذكاء الصناعي في تطوير التصنيف. هل لك ان تفصل لي في هذه النقطه اذا سمحت؟ اولا اشكركم على الداخله. ثانيا انا سمعت الحديث الاخوان. نعم طبعا لازم نوضح حاجه مهمه. نظام التصنيف يختلف نهائيا عن التاهيل. في فرق بين التصنيف وبين التأهيل. يحصل خلط كبير بين الجهات على موضوع التصنيف والتأهيل. التصنيف هو نظرة عامة لقدرة المقاولة المالية والفنية. هذا بس الخطوة الأولى لدخوله على المشاريع. أنا لو شفت موضوع التصنيف معناها ممكن شركة آي تي تخش مشاريع إنشاءات. وجود التصنيف أهمية في أنه لا يفصل يوزع المشاريع على الجهات اللي تستحقها. هذا من ناحية التصنيف. التأهيل طبعا الجهات تقوم فيها، ونظام المنافسات الحديث يعتمد على النظام هذا انه المشاريع يحصل لها تأهيل، يحصل تأهيل للمقاولين للدخول في المشاريع، لكن لا يعني ذلك انه نستغني عن التصنيف. التصنيف هو البداية دخول الشركة او المقاول لشراء الكراسة. وجود تصنيف في الكراسة وجود تصنيف مهم لها، هذا اولا. بعدها يحصل موضوع التأهيل المفاضلة بين الشركات.
ما يخص المعايير العالمية طبعا، نظام التصنيف القانوني قائم من أكثر من 40 سنة، تم تطويره، تم عمل زيارات لعدة دول متطورة في هذا الموضوع، تم عقد ورش عمل كبيرة مع المقاولين في السعودية. وش التجارب اللي اطلعتوا عليها مهندس بندر؟ في من جامعة أريزونا في أمريكا، طبعا فريق العمل هذا السابق من 2015 2016 طلع الموضوع هذا، وفي أستراليا وفي دول الخليج طبعا. المقاول أصبح في النظام الجديد فعلا شريك، نعتبر أنه شريك، شارك معنا في وضع المعايير، عدة ورش عمل قيمة في الرياض وفي الشرقية وفي أبها وفي جدة، وحضروا شركات كبيرة وشركات متوسطة وشركات صغيرة. طيب. تم الاجتماع مع عدة هيئات حكومية من هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لأخذ ما يحتاج المقاولين الصغار. أما ما يخص سؤالك عزيزي في الذكاء الصناعي، الذكاء الصناعي طبعا من ناحية أنه المقاول سابقا كان يدخل تصنيف ما يدري ضبابية في موضوع التصنيف إيش الدرجة اللي حيكون عليه. نظام المستشار اللي هو هذا الذكاء الصناعي يجلس مع المقاول، طبعا يدخل على النظام ويضع ما يملكه من معلومات من مالية وفنية، المستشار يعطيه التصنيف الفعلي اللي هو اللي يستحقه، ويعطيه أيضا نصائح في حالة أنه يرغب تطوير أو الانتقال لدرجة أعلى. فالنظام الذكاء الصناعي يعطي نقاط الضعف للمقاول، يقول أنت عندك نقطة ضعف في المعيار الفلاني ونقطة ضعف مثلا في معيار كذا، لو عدلته ستحصل على الدرجة الأعلى. هذا ما يخص نظام المستشار أو الذكاء الصناعي. يعني أنا أعتقد مهندس بندر أنه يمكن عندكم لبس شوية، لأنه هذا نظام تقييم، يعني assessment، re-assessment، سمون اللي تسمونه، بس مو بذكاء صناعي، تكلمون عن منتجات. لما يكون عندي مثلا في المباني، في معيار المباني تم حوالي 168 مليار عملية تقييم زي ما تقول، تمام 168 عملية مليار، 168 مليار عملية تمام، عشان تعطيك درجة دراسة في ثواني عشان تعطيك قدرتك في المعيار الفلاني أو عجزك في المعيار الفلاني أو احتياجك في المعيار عشان توصل للدرجة اللي تبغاها. أعتقد أن هذا برضو موضوع ما هو سهل قامت في الوزارة. طيب بالنسبة للتقييم القائم الحين أو التأهيل، يعني المهندس سعود كان له وجهة نظر أنه إذا أنا طابقت اليوم وقادر أن أسوي لك المشروع، ليش تلزمني بالتصنيف هذا؟ أنت تتكلم الآن على التأهيل، التأهيل موضوع آخر، إحنا نتكلم على التصنيف، التصنيف إحنا عندنا مشاريع إنشاء. تكلم عن التأهيل والتصنيف يا مهندس. مشاريع كهربائية، مشاريع مهندس بندر، مهندس بندر السؤال. تسمع بالسؤال السؤال الآن الذي يركز النظرية هذه اللي احنا نعرفه في العالم هو التأهيل وتقييم العطاءات. طيب. لكن تصنيف المقاولين يحملون شهادات تصنيف أنا ما سمعت فيه ولا رأيت الآن، وحيدة اللي طبقه يمكن بلدية أبوظبي أخذت الفكرة منها وربطتها برأس المال حق الشركة، كم رأس المال وكم كذا. لكن الآن الدليل على أن التصنيف عندنا، التصنيف حد من المقاولين، حد لازم سنوات، ست سنوات، سبع سنوات، جعل هناك صرف على الإدارة العامة، لوفر هيد كوست، رفع التكاليف للمشاريع. لكن والمعروف في العالم الآن اللي هي إدارة باي بروجكت، المشروع ينعقد وفيه إدارته وينتهي بإدارته. طيب خلينا نسمع مهندس بندر. مهندس بندر تعليق. نرجع نقول أنت لا تتكلم على موضوع التأهيل بعد ما يتم عملية الفراسة، يتم عملية التأهيل قبل ما تسلم الفراسة، هذا من ناحية المشروع نفسه. ديتيلز التأهيل يدخل في تفاصيل المشروع ولا يدخل في تفاصيل المقاول، تمام. لكن التصنيف يدخل في توزيع المشاريع. أنا عندي يعني معلش، أنت شركة أوكي درجة أو بلاش تصنيف، أنت شركة مقاولات، مقاولات في إيش؟ يوم يدخل مقاولات فيك مثلا مقاولات إنشاءات تدخل عندي في مشروع مثلا في صرف صحي، ومين يحميني انا كمالك او جهه اذا ما كان انت يوضح لي انت ايش تخصصك؟ طيب من يحمي برضه، من يحمي اسمح لي مهندس بندر، خط الدفاع الاول لمشاريع الدوله. مهندس بندر وجود المهندس بندر حمايه لمشاريع الدوله واضح. مهندس بندر من يحمي طيب الهيئه الملكيه للجبيل وينبع؟ من يحمي ارامكو؟ من يحمي سابك؟ طيب عنده برضه مشاريع، مشاريع انشائيه ومشاريع مباني ومشاريع الكترونيات. طيب. ومشاريع بتروكيماويات، مشاريع برضو حساسة ودقيقة، برضو في تخصصات دقيقة. طيب أنا أقول لك أرامكو
وليس احنا ناخذها مثال، لكن تطلب شهاده التصنيف من المقاول ارامكو، هذه معلومه عشان تكون تمام. جهات الشبه الحكوميه بس ما تلزمها احيانا تستانس بتصنيف المقاولين. الشركات الخاصه وبعض الشركات الخاصه نقول صارت تجينا خطابات منهم وتقارير تطلب استفسار عن تصنيف المقاول الفلاني. وهذه ثقافه احنا شغالين فيها مع الهيئه السعوديه للمقاولين ان شاء الله. طيب. انها تعمم على جميع مقاولين الدوله حتى في المشاريع، يعني احنا بنوصل لمرحله المواطن البسيط، المواطن البسيط لو يبغى يبني غرفه فوق يقدر يلاقي مرجع المقاول هذا اللي انا حوقع معك، هل عليه مشاكل؟ كم عدد المقاولين المسجلين عندكم مهندس بندر؟ عفوا، عدد المقاولين المصنفين على النظام القديم 4800 مقاول. 4800 عندك تصنيف لفئاتهم اذا سمحت؟ يعني اول الثاني ما يحضر الان ارقام، الان ما يحضر عدد كبير يكون ما عندي يحضرني ارقام، لكن عدد الاجمالي 4000. ال 4800 هذول قادرين اذا كان في هناك طلب او حجم الطلب، هل هناك دراسات انهم قادرين يوفون حجم الطلب هذا او لا، او نحتاج اكثر ونحتاج اقل؟ عشان تكون في الصوره طبعا 4800 هذه لما تاخر تصنيف لمشاريع الدوله، انا اتكلم عن مشاريع الدوله يا مهندس، ما تكلم عن ما في اي عيب الان، احنا ما نشوف اي عيب الان المقاولين على مشاريع الدوله، ما في اي مناقصه او منافسه تمام، الا في مقاولين يدخلوا في المشاريع. واضح المهندس ما بدر. حصل انه مثلا نادرا نادرا ما تحصل تتم منافسه ولم يتقدم عليها احد، تكاد تكون يعني واضح نادرة جدا. واضح المهندس بندر القحطاني مستشار مركز تحقيق الأهداف ومدير مشروع تطوير نظام تصنيف المقاولين والشركات الاستشارية، شكرا جزيلا لك مهندس بندر. يعني احنا واجهنا كثير تعثر مشاريع خلال السنوات الماضية أو خلال العشر سنوات الماضية، كان سبب رئيسي فيها موضوع تصنيف المقاولين، ولعل المختصين يردون. مهندس خالد، لا لا، الأسباب تعثر المشاريع قضية أوسع جدا وتم تناولها كثير، ونعتقد أن المفتاح الأهم الآن لمعالجة ظاهرة تعثر المشاريع هو تطوير نظام المنافسات الحكومية إلى جانب بقية الإجراءات بما فيها نظام تصنيف المقاولين. يعني طبعا أنا أتفق معك في أنه استخدام مصطلح الذكاء الاصطناعي يمكن يعطي شيء من المبالغة على الأقل في وصف نموذج العمل اللي يستخدم، الأتمتة في تفخيم الأتمتة يعني واستخدام التقنية تضخيم. يعني هي بورتل، هي انتراكتيف بورتل، هي بوابة تفاعلية لاستقبال المواد والمعلومات والى اخره، وبالتالي العمل بشكل يعني تقني مباشر بحيث يعطي مؤشرات ونتائج مباشرة للمقاول. ما يميز المسودة الجديدة من النظام زي ما تفضل الاخ بندر انها ريل تايم، انها حقيقية، بمعنى انها الترخيص لما يصدر لا يكتسب صلاحيته لمدة الترخيص التصنيف لمدة 3 أو 5 سنوات، إنما يتغير بمرونة حسب تغير المعلومات والواقع، واقع المدخلات عن المقاول بما فيها كم مشروع عنده. يعني إذا كانت على فكرة نظام التصنيف السابق مثلا كان يقول إنه مقاول الدرجة الأولى 50 مليون وفوق، الآن يضع سقف لعدد المشروعات ولا كم ميزانية المشروعات اللي يأخذها. وقس على ذلك فيه كثير من النقاط اللي تخلي النظام واعد، لكن المطلوب أكثر من ذلك بمراحل، بما فيه النظر أصلا في نظام المنافسات الحكومية لدور المقاول العام. العالم الآن يتخلى عن دور الجنرال كونتراكتر، المقاول العام، والذهاب مباشرة لتفعيل آليات إدارة المشاريع والتشييد. وقت انتهى. المهندس خالد العثمان رئيس لجنة المكاتب الاستشارية بغرفة التجارية الصناعية بريال، شكرا جزيلا لك. حيك. مهندس سعود الدلبح المحكم والخبير الهندسي، شكرا جزيلا لحضورك معنا. فاصل ونعود. أهلا بكم. ختام يا هلا رسالة للوطن. أجمل الحب هو ما ينبع من قلبك تجاه الأرض التي تشربت عشقها يوما بعد يوم، وتيقنت أن دفاعك عنها ليس إلا دفاعا عن النفس. أدام الله لنا الوطن، وأدام لنا قيادتنا الرشيدة، وأدام العزة والأمان علينا كل عام، والسعودية موطن للمجد والعلي. إلى اللقاء.